استعجل هايدي استعجل قله استعجل طيب ايش قل له شو اسمه تصفيت شو اسمه الشروات قل له يضيعون طيب وعد شابي ادهم وياه طيب ما ادري بعد شابي اذا عنده بيضل جبن اخذ من بيضل جبن انا ادرعك تسالي بعد شابي شو تسوي شو تسوي تعال عدم ملابس فيك مستعجل تعدهم انت اجل هو يعدهم هو يعدهم ايه خلنا نمشي سأله بعد اذا يغسل بطانيات طيب. شاف اقول لك قل يغسل سيارة الباص ولا ما يغسلها لازم مغسلة السيارات شاف طبعا بعد. لا صج سأله إذا يبيع بيض الجبن. إي ماله بكره. أخلص يلا. طالع بعد يديه. أنت ملابس. من ذا قالك مستعجل؟ أنا قلت مستعجل. كيفك مستعجل تدفع للفارق؟ أنت قلت مستعجل. لا تحلف عادل لا تحلف. شوف عاد. رجاء لا تحلف. أقول مستعجل أقول. تعال خلاص تعال. بطل. الفرق يدفعها عشان إيش دعوة؟ أحضر لك ممنون. بيض الله يسلمك. يلا اركب. افتح يدك ما تطول افتح أنت. إنا لله وإنا إليه. خلاص. بالأخير وياك. لا. افتح. لا تفتحها ما سوي شيء. بالاخير وياك ايوه بنزل لك يلا يلا مشينا طلعت بيض الجبن مغسل يا ابوي مو مطعم ما شاء الله مغسل يا ابوي توديني ابو فيال الحين اي روح ابو فيال افطر افاطرك حاضر كفو شاف تعال سبي سيله قلت تغسل زوالي طيب شاف ما كتب الشربات دقيقة شنو لحظة ماشي وين ما كتب الشربات وينها فنينة سروال مشلة شنو مشلة سروال والله صدق ما في شربات فنينة رياضية شنو 20 ذي 5 فنينة 3 حبات 5 حبات 5 جوزة اي عنده 5 جوزة سروال رياضي شيفة الشرب اي بس عادل فكرت انا ما كتبها تعال ناقصين ذا ليه 9 حبات حيا الله سواقنا الطيب حياك الله سواقنا الطيب جبن بيض مسلوق مشكل يعني مشكل تاكل كل شيء الله خير ما تفوت شيء احترم نفسك بكل شيء تاكل شيء شاف نقاط وكل شيء لا خلاص انت الريس هكا تعجبني بعد عطنا زيادة عشان تحمل